الأرملة السوداء أشد أنواع العناكب سماً، تتغذى على الحشرات وتقوم بقتل شريكها الذكر ثم تأكله. حافظ الأسد باني سوريا المتوحشة ساهم في تشكيل تنظيم اللجنة العسكرية السرية الذي قام بالانقلاب البعثي عام 1963 بالاشتراك مع صلاح جديد ومحمد عمران وعبد الكريم الجندي. صلاح جديد اعتقله حافظ الأسد عام 1970 وتم تصفيته في مشفى تشرين العسكري. محمد عمران لجأ بداية السبعينات إلى لبنان واغتيل في طرابلس بستة طلقات نارية. عبد الكريم الجندي انتحر عقب مشادة مع مدير المخابرات العسكرية. محمود الزعبي رئيس مجلس الوزراء في عهد الأسد ألاب سرب معلومات عن رصيد باسل الأسد في النمسا البالغ 13 مليار دولار، فتم وضعه تحت الإقامة الجبرية وانتحر بإطلاق ثلاث رصاصات على رأسه. بشار الأسد قاتل الإنسان السوري ورث الكرسي والإجرام عن أبيه ومارس دور الأرملة السوداء أيضا. اللواء غازي كنعان رئيس شعبة المخابرات العسكرية الأسدية في لبنان وزير الداخلية انتحر في مكتبه بإطلاق خمس رصاصات من مسدسه. العميد محمد سليمان مدير المكتب الخاص للمجرم بشار الأسد والمسؤول الأمني عن مركز البحوث العلمية تم اغتياله برصاصات في الظهر والرقبة في الشاليه الخاص به في طرطوس. اللواء رستم غزالة رئيس شعبة المخابرات العسكرية الأسدية في لبنان ثم رئيس شعبة الأمن السياسي طلب الظهور على شاشة المستقبل اللبنانية فتم التخلص منه ضربا بالأحذية. العماد آصف شوكات زوج بشرى بنت حافظ الأسد ومدير الاستخبارات العسكرية ونائب رئيس الأركان ونائب وزير الدفاع قتل في تفجير مبنى الأمن القومي لحزب البعث، وقتل معه العماد داود راشحة وزير الدفاع. العماد حسن تركمان رئيس خلية إدارة الأزمة وقبلها وزيرا للدفاع. اللواء هشام باختيار رئيس مكتب الأمن القومي وقبلها مديرا لمخابرات أمن الدولة. عصام زهر الدين قائد قوات الحرس الجمهوري بدير الزور سفاح مجزرة مسرابة بريف دمشق قتل بانفجار مغم اخترق عينه في حويجة سكر بدير الزور. وما زالت قائمة الأرملة السوداء طويلة.